التنسيق، كلام جديد عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى والناس اللي مستنية المرحلة الثانية، كل شوية عمالة تتابع وتشوف اللي ممكن تلحقه من المرحلة الثانية. آخر أخبار مؤشرات التنسيق إيه؟ خليني أرحب مع حضراتكم على التليفون بالأستاذ زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد. أستاذ زكي، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذة، يا متألقة دائما. ربنا يخليك، حضرتك اللي متألق، وطبعا الشباب وأولياء الأمور وكله بيتابع قصة التنسيق. آخر الأخبار إيه؟ آخر الأخبار إن المرحلة الأولى ما زالت بتواصل قبول الناجحين في الثانوية العامة بنفس الحد الأدنى. أيوة. اللي أعلن للمرحلة ووصل حوالي 42 أو 43 ألف سجلوا رغباتهم حسب برضو الأعداد المقرر قبولها اللي هي 122 ألف طالب. كده لسه في فاضل كتير ما سجلش، لسه الحد هتستمر. وأنا بقول لحضرتك إن المرحلة هتمتد برضو يوم، ده لحضرتك أنت. أيوة. هتمتد يوم بعد انتهائها، هي آخر ميعاد يوم الأربع. الأربع ممكن تتمتد ليوم الخميس كمان عشان يبقى في فرصة للطلاب اللي هم تخلفوا عن المرحلة. أيوة. أو الطلب اللي هم لسه ما سجلوش رغباتهم أو لسه. أيوة. بيتفقوا مع أولياء أمورهم أو بيبحثوا عن فرصة أو اللي لسه ما خدوش الشهادات، فهو أو ممكن. أيوة. برضو الاستمارات، لأن الاستمارات لسه المدارس بتسلمها من امبارح، يعني بدأت المدارس تسلم الاستمارات بتاع النجاح. أيوة. اللي هي بتاع القبول، بس دي مش مطلوبة، يعني اللي عندي استكمال الأوراق اللي هي بتبقى خاصة بعد الترشح للكلية. أيوة. يروح يقدم بقى أوراقه عشان يستكمل أوراقه ويعمل الملف بتاعه ويقيم في الكلية من خلال دي، إنما هي مش مطلوبة حاليا يعني. أيوة. أيوة. إلا إذا كان بيستعين بيها في جامعة خاصة أو جامعة أو فرصة تانية من الفرص المتاحة قدامه. أيوة. دي اللي بيطلبوها يعني، أو صورة منها وكده. تمام. فدي بتبقى بالنسبة لاستكمال الأوراق أو فيما بعد، يعني مش محتاجها الطالب حاليا الاستمارة دي. طيب. إنما هو بيدخل وبسجل رغباته وبسجل. نعم. رغبات 72 رغبة المتاحة قدامه. أيوة. وبينتظر بطاقة ترشيح وبعدين بيروح ينهي إجراءات قبول. أيوة. ده بالنسبة للطلبة، يعني الآخر معادن المرحلة هو يوم الأربع وقد تمتد اليوم الخميس، يبقى في فرصة قدام الطلبة. أيوة. وأقول لحضرتك إن الطلبة اللي هم بتوع المرحلة الأولى هينتهي تسجيلهم مساء يوم الخميس القادم إن شاء الله. وهتبدأ اللجنة العليا للتنسيق في الاجتماع برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي. أيوة. هتجتمع اللجنة العليا، اللجنة العليا دي بتنظر في الوضع بالنسبة لأعداد المقبولين السنة دي في الكلية، توزيع الطلبة على الكليات حسب الحد الأدنى المتاح لكل كلية وحسب الأعداد المقررة لكل كلية وحسب ترتيب رغبات الطلاب في 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 التنسيق، ترتيب رغباتهم. ايوه ايوه. فهم بيتم توزيع الطلب على هذا الاساس يعني. هل... والتوزيع الاقليمي كمان يعني بالنسبه للطلب اقرب جامعه ليه ايه وكده، فبيتم توزيع الطلب على هذا الاساس وبيتحدد بناء عليه الحد الادنى لكل قطاع من القطاعات، يعني القطاع الطبي بيحصل. أيوة. بيبقى له حد ادنى لقطاع الصيدلي، القطاع الهندسي، كل قطاع بيبقى له حد ادنى زي ما انا قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت. بالزبط. وانت انفردت بيها على فكره. آه. ومش هيخرج عن الحد الادنى اللي احنا ده اللي لسه بقى هنتكلم فيه. هل في تغيير على المره اللي فاتت؟ ان شاء الله باذن الله. آه. فهي تنتهي المرحله يوم الخميس مساء يوم الخميس. في تقديرك هتقفل على كام؟ هتقفل على كام في المية والمؤشرات ايه؟ انا اعتقد ان اخر حد ادنى للقطاع الطبي هو هيكون 88.5 و89، يعني اتراوح بين دي. آه. القطاع الطبي اللي هو قطاع الصيدلة، الاسنان، العلاج الطبيعي، الطب، هيكون اخر حد ادنى للقطاع ده في المرحلة الأولى 88 و 88.5 89. القطاع الهندسي قد يصل ل 83 وشوية، يعني هيكون بالنسبة للقطاع الهندسي اللي هي ده الهندسة. أنا بتكلم على الهندسة، إنما الحاسبات. نعم. ممكن تنزل لأقل من كده. أيوة. يعني ممكن تنزل ل 82 أو أقل من 83. أيوة. إنما بالنسبة لكليات الهندسة اللي على مستوى الجامعات المصرية كلها ممكن تنزل
ل 83 ونص 83 وحاجه 41 او كده. واخده بال حضرتك؟ يعني ممكن واحد، وبقول لحضرتك لو الكليه ما قفلتش في المرحله الاولى بيبقى ما بتعلنش الحد الادنى ليها الا في المرحله الثانيه، لان بيكون ما زال فيها اماكن شاغره لطلاب المرحله الثانيه. يعني طالما قفلت في المرحله الاولى يبقى خلاص ما فيش اماكن، ما قفلتش يبقى ما زال هناك اماكن شاغره لطلاب المرحله الثانيه في الكلية اللي هي ما قفلتش في المرحلة الأولى. وده سؤالي، وارد انه في كليات من القطاعات اللي حضرتك قلت عليها يبقى في فرصة للمرحلة التانية ليها؟ ده سؤال. السؤال التاني تمام يا أستاذة، سؤالك تمام، وهو فعلا بالفعل قد يكون في فرص متاحة قدام الطلبة في المرحلة التانية، بس ده بتوقف عليها يا أستاذ عزة. ده بيتوقف على الأعداد اللي بتقبلها كل كلية، وزي ما قلت لحضرتك برضو الأعداد اللي هي المقررة والأعداد اللي بتحددها اللجنة العليا للتسجيل. نعم. يعني مثلا قطاع الطب ياخد 12000 طالب. يشوف آخر حد أدنى لل 12 لأعلى مجاميع حصلوا لترتيب الرغبات، المجاميع اللي هي العليا لل 12000 ده هتقف فين؟ فلو وقف مثلا عند 90 يبقى ده هو الحد الأدنى للطب، وبتقفل على كده ما بتاخدش بعديه أي طالب. تمام. الكلية بيجي بعديها في الترتيب، يعني مثلا الترتيب الثاني لكلية بيجي في الترتيب الثاني الأسنان مثلا. أيوه. وبيضم الحد، بيضم الأعداد اللي هتاخدها الأسنان مع الأعداد اللي خدتها الطب، وشوف كام. يعني مثلا هتاخد طب الأسنان 8000 زائد 12000 يبقى كذا ألف، ويقف عند الحد الأدنى في المجاميع التكرارية. أنا بقول لك شغل تنسيق. شغل فني. ايوه ايوه صحيح. يبقى معنى كده انه يعني احتماليه انه المرحله الثانيه تلاقي اماكن في هذه القطاعات من الكليات، بس مش لكل الشعب يا استاذ عزه. في تقديرك لانه اكتر في الشعب دائما وابدا المرحله الثانيه بتبقى فيها اماكن متميزه لطلبه الرياضيات وطلبة العلم، أما الأدبي بيكون حظهم أقل، بس السنة ده يكون فيه وفرة برضو في الأماكن. أيوه. ليه؟ لتنوع فرص التعليم وتعدد فرص الالتحاق بالجامعات، يعني أصبح دلوقتي عندنا 12 جامعة أهلية و12 جامعة 12 جامعة 25 12 جامعة أهلية و12 جامعة خاصة وأكثر من جامعة خاصة، وبجانب الجامعات الحكومية بجانب المعاهد، فدي بيوسع فرص الاختيار قدام الطالب وقد يكون التخصص. هنا نتكلم عن الجامعات الخاصة والأهلية. شايف المرحلة الخاصة. شايف المرحلة الأولى هتقفل على كام؟ بالنسبة للمرحلة الأولى الجامعات الحكومية، أنا بقول لحضرتك هو الحد الأدنى للجامعات الحكومية معلن طبعا. لسه الحد الأدنى للجامعات الأهلية والجامعات الخاصة هيجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال هذه الأيام، ويعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية. في تقديرك بخبرتك الخاصة. وتقديري انه هيكون في نفس مستوى او اقل من مستوى العام الماضي، واخده بال حضرتك؟ لا يعني قولي تقريبا كام، تقريبا انا مش فاكر العام الماضي. 5% عن الجامعات الحكوميه كل كليه بينزل 5% عن الجامعات، يعني مثلا لو الطب خدت من 90% في الجامعات الحكوميه قد يصل الى 86 او 85 في الجامعات الخاصه والاهليه، واخده بال حضرتك؟ انما في جامعات برضه بتنزل، يعني في جامعه خاصه واخده مثلا 5% اكتر من الجامعات الخاصه الثانيه، لانها بتعتبر في مناطق نائيه، فبالتالي بيكون الحد الادنى اقل 10% في بعض، في جامعات معينه مش في كل الجامعات. يعني مثلا زي جامعه العالمين الاهليه او جامعه الجلاله او جامعه بتاع سينا او كده، فبتاخد اقل كمان من الحد الادنى للقبول بهذه الكليات. تمام. فده بيتيح فرص اكتر قدام الطالب، واخد بال حضرتك؟ عموما بيشمل كل القطاعات. القطاع يعني ايه؟ يعني قطاع زي القطاع الطبي بيبقى كليات الطب، قطاع الهندسي يشمل كليات الهندسه، تمام، قطاع الكليات النظريه يشمل الاداب والتربيه والكليات الثانيه. تمام. طيب استاذ زكي، انا اقول لحضرتك بقى اديك انفراد بقى ان شاء الله المرحله الثانيه هتبدا حوالي يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، اذا اعلنت النتيجه ونتيجه المرحله الاولى هتعلن يوم السبت
باذن الله هاي. ونتيجه وتبدا بعدها يوم الاثنين عشان بدي فرصه للطلبه اللي هم ياخدوا شهاداتهم بقى ويروحوا يستكملوا اوراقهم ويختاروا ببطاقه ترشيح ويسحبوا بطاقه ترشيح، فبيكون بيدوا لهم مهله عشان يقدروا يخلصوا الاجراءات دي. المرحله الثانيه من المتوقع انها تبدا يوم الاثنين أيوة. وهتكون بحد ادنى 70% للعلم للعلمي و 60% للادبي، والفرص المتاحه للعلمي للعلمي بشعبتين يلا كمل الفرص. تبدا شعبتين مش هتبقى رياضه، لان الحد الادنى هنا بيختلف شويه أيوة. بتبقى فئات المجموع بتختلف شويه أيوة. واخد بال حضرتك، والكليات المتاحه هو الاصل اللي هي المشكله بالمعضله الكبيره في التنسيق عموما بتبقى في المرحله الاولى في الكليات الحساسه اللي هي بتبني عليها كل حاجه صحيح. لان لها حسابات خاصه ولها قبول خاص ولها اعداد معينه أيوة. فبالتالي بتبقى منطقه حرجه يعني بالنسبه للقبول بالكليات اللي هي المرحله الاولى نعم. اما الكليات الثانيه فبتتنوع ما بين كليات نظريه، كليات كليات تجارة اداب صحيح بتاع صحيح. كده يعني. طب كملي الانفراد بقى. انا بقول لحضرتك ان الانفراد عن الحد الادنى للمرحله الثانيه هيكون أيوة. 70%، باقي الكليات اللي هتكون متاحه قدام الطلبه أيوة. في المرحله الثانيه هتكون كليات تجاره، كليات اداب، كليات هيكون في اعلام، بس اعلام اقاليم مش اعلام القاهره، اعلام القاهره بتقفل مرحله اولى تمام، انما اعلام فيها في اقتصاد وعلوم بس برضو اقاليم أيوة. واخده بال حضرتك أيوة. وبعدين في شعب ثانيه ما بتقفلش بالنسبه للطلاب العلمي لسه بتبقى مفتوحه، اقتصاد وعلوم سياسيه بتبقى مفتوحه مثلا لعلمي بتكون عملت لادبي، فبالتالي في فرص متميزه في المرحله الثانيه لطلاب المرحله الثانيه، ودي بيصل حوالي 400,000 وشويه مكان قدام طلاب المرحله الثانيه، يعني موجود 400,000 مكان في الجامعات الحكوميه والمعاهد قدام طلاب المرحله الثانيه. تمام، دايما كده الناس تستناك وتحب تسمع راي حضرتك بخبرتك وتطمن كمان، ودايما بتطمنهم. بشكرك شكرا حضرتك المتألقة، ودايما بيك والله استفساراتك واسئلتك بتتكلمي بلسان الجماهير يعني. اشكرك ربنا يخليك استاذ زكي، بشكرك فندم. متابع مع حضرتك الملف استاذ زكي السعدني مدير تحرير جريده الوفد.